السلام عليكم بنات، صافا كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو، اول حاجه بغيت نبارك لكم العواشر، عواشركم مبروكه كاملين، تخلى عليكم بالصحه والسلامه وبطول العمر يا ربي، ويا ربي يحيد علينا هاد الوباء ونوليو نعيشوا حياتنا كيف ما كنا. كيف ما كتعرفوا راه داروا لنا الكونفينمون عاوتاني في رمضان وسكتوا، غادي يشدوا علينا مع 8. ما فهمتش انا هاد كورونا واش كتجي مع 8، والله ما فهمت. المهم من بعد نهضروا على هاد الموضوع، راني مزروبه، بغيت نبدا معكم لا فيديو حيت راني خارجه انا ومريم صاحبتي، شحال هادي ما شفتها، حيت راني غير الدار وما كنخرجش، حتى مع راكم عارفين كنزلو لندن، وقلت هاد ما نخرجوا انا وياها ونتلاقاو وصافي، راني متحمسه شحال هادي ما شفتها وصافي. المهم بقاو معايا تشوفوا فين غادي نمشي وشنو غادي نديرو في هاد الشيء. ايوا دابا البنات لقيتوني شديت الطاكسي في الشارع كنتسناها، ايوا صافي راه فين جايه مريم. عرفتو الجو كيتقلب غير بوحدو، عاد كان البرد ودابا ولات الشمس، ما فهمتش والله ما فهمت. راه مريم عينو، راه مريم فين جايه. دابا البنات لقيتونا، بقيتونا هباطين انا ومريم ماشيين نتقهواو، ايوا وصافي. قبيله ما كملتش معاكم الموضوع، بغيت نقول لكم كي جاكم هذا القرار ديال الحكومه. مريم كتقول لي راه ما يجيو يهزوك، ما يهزونيش، كنعطينا غير الراي ديالي ما فيها والو، انت غير مطالبه. بغيت نقول لكم كي جاكم هذا الراي ديال الحكومه اللي قالت لك لا لا يسدوا علينا عاوتاني، يديروا لنا الكونفينمون ويسدوا علينا مع 8. بغيت انا شوفيك خليني نهضر، تشوفيني في الفيديو كي كندم، ما تشوفيش فيا. مستحيل مستحيل. المهم انا بغيت نعرف ولدي، كنت دخلت هنا بغيت نعرف هي واش كورونا كتخرج هي مع 8، مور 8 صافي كورونا كتخرج. عرفتوا دابا الدنيا كي دايره، عامره القهاوي عامرين، حتى واحد ما داير البافيت، وانا منهم حتى انا خارجه بلا بيها وهكاك. لا واه شفتي ولا غادي نوريك. وهكاك شتي كي كتباني معايا، وهكاك وهكاك الناس قال لك 8 يسدو، ما فهمتش انا هادشي والله ما فهمت. شوفوا البنات كيفاش مريم بدلت اللوك، يا لالا شفتو عرفتو كي جا جاها غزال عينه مريم، شوفوا شوفوا عرفتو جاها زويون. المهم بدلت اللوك، اللي بغى يعرف فين بدلت اللوك مريم يدخل عندي نقول له فين. عرفتوا واحد اللوك راه ما كيبانش الحقيقه ديالو في الكاميرا حتى كتشوفوه فاس. المهم حنا وصلنا للقهوه نجلسوا وداك الساعه نهضر معاكم. ايوا حنا البنات لقيتونا دخلنا ذا تايم، شدتش الكاميرا مزيان كي بغيتي نشوفها، وانا غادي نحطها دابا باينة. كي بغيتي نشوفها الكاميرا خصني نصورني، الا بغيتي نشوف الكاميرا مزيان ديال الباتيسري ديال سنيكرز، شي صوافي ديال سنيكرز، وانا خديت شي صراحه يا البنات. مريم بغات تقول لكم كتليفوني لهم، الصراحه عندهم لي باتيسري زارين. عرفتو هاد التشيز كيك اللي خديت انا خداتو لي مريم على ذوقها، وقلت ما غاديش يعجبني، ساعة غزال غزال الحاجة اللي كتحقرها كتصدق بالبيت. الباتيسري في التايم غزالي، تايم واحد
شنو صافي راه حنا جالسين هنايا كنا بجوج جو هي راه كنشوفو جو مازال خرجت ضوايع فين تمشي ما عندنا فين نمشيو فهاد التازة والو الا ما جلستيش في قهوة ولا فشي بلاصه ما عندك فين تمشي كيزلو عليك ما عرفتش بغيت نشوف الخرجه ولا حتى انا ما ديرش فينا ديرو حتى هنا ناكل بلاتي عليا نجلس هنا كاينش نمشي كمان عملا كليا مريم كتبغي زعما دير شي حاجه زعما كتبغي تبدع زعما تبين دو التايم وداك الشيء صح ما عارفاش القوانين ديال يوتيوب داك الشيء علاش للاسف زعما بغيتي تبينيني طويله لا ما يمكنش تبينيني هكا كنتو ديك صوغيني الا بغيتي وصلت ما غيتسمعش راه كيتسمع التليفونات كيجبدوا الصوت والله سولي البنات واش كيسمعوا كتسمعوني كنتو كتسمعوني بدو عليا في لي كوموند وهنا رجعت لكم البنات من بعد ما جيت وارتحيت المهم دازت تخرجة زوينة مع مريم عرفتو ما سخيتش نجي والدنيا عامرة 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 قبيله ما كملت لكمش الهضره مريم قتلاتني كتقول لي الحكومه غادي يديروا لك غادي يجيو يهزوك غادي يديروا لك داك داك المراه الكبيره ما عرفتش شنو سميتها يقولوا لها امي ما عرفتش شنو سميتها والله ما عرفت مشات لي السميه المهم قالت لي غادي يديروا لك بحال هذيك وهذا ولكن انا راني ماشي كما كنقول زعما شي حاجه اللي كتخالف القانون ولا شي حاجه باش يجيو لي واش بقيت لهم هي انا كي قلتها لمريم قلت لهم شي انا اصلا ما كنقولش انا هذيك قالت ما كايناش كورونا انا ما قلتش ما كايناش كورونا حيت ما يمكنش انها ما تكونش حيت مرضوا الناس بها كاين فيروس مرضوا به الناس ولكن هاد القرار اللي دارت الحكومه هو اللي انا بعدا ما عجبنيش وراه ما عاجبش الشعب كامل ما عاجبش الناس كامله كيفاش راه لا يعقل يسدوا عليك مع 8 ما تخرجيش ودوزناها العام اللي فات ودابا عاود حنا كنقولوا زعما يديروا شي حاجه ولا صافي لقحوا الناس وهذا ودابا نرجعوا عاوتاني يسدوا علينا داكشي علاش انا كنهضر ما عجبنيش انا بعدا الحال وداكشي قولوا لي نتوما في لي كومونتير واش عجبكم الحال انا بعدا ما عجبنيش الحال واخا ما كنخرجش ولكن كنبغي الحريه ما شي ما تخرجيش ما يجي شي نهار نبغي نخرج ما يمكنش ان شهر ما عادش نخرج فيه كامل يجي شي نهار غادي نبغي نخرج فيه وهما سادين علينا يا خوتي وخواتاتي مالنا ما نديرو واش كورونا كتخرجي بالليل يقولوا لي عباد الله واش كورونا كتخرج بالليل هي مع 8 كورونا كاينه هي مع 8 وكنت تشوفوا الدنيا راكم كتشوفوها الدنيا عامره عامره حتى زا صغيره نقولوا البلدان الاخرين كيفاش راهم دايرين زعما ندول الاخرين كيفاش راهم دايرين طنجة كازا الرباط القهاوي ما عندكش فين تجلس وشي حدا شي حدا شي زعما التباعد والو فين ما دخلتي كاين الصحن فين ما مشينا مع دابا ما عرفتش واش مع راكم عارفين واخين على حسب الناس كتقدر رمضان وداكشي فين ما مشيتو الصحن القهاوي عامرين 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 حتى واحد ما داير البابيط حتى واحد مني وجبد ما كاينش البابيط كاع قليل اللي كتلقايه دايز وداير البابيط اما في القهوه حتى واحد ما داير البابيط ايوا صافي هذا ما كان ما فهمناش هاد الدوله كيستحمروا فينا والله هذا هو هادشي اللي كاين كيستحمروا فينا وصافي باش يجدوا عليك مع 8 احقا كورونا كورونا كتخرجي مع 8 يوم عندنا ما نديرو غادي نقبلو ما ماشي بيدينا هادشي كون كان بيدينا راه ما غاديش يكون هكا ولكن الدوله دايره فينا ما بغات وما عندنا ما نديرو المهم جيت نكمل معكم لا فيديو بعد على هاد المشاكل ديال الدوله والحكومه ولا سميتها
بغيت ندير معكم كيفاش روتين ليلي ديال وجهي، كيفاش ملي كنرجع شنو كندير لوجهي، كيفاش كنغسل وهذا وصافي. بقاو معايا تشوفوا لي زيتاب اللي كندير. المهم البنات، اول حاجه غادي نديرها هي نجمع عليا السوالف، نجمع سوالفي. صافي، اول حاجه غادي نديرها غادي ناخذ كناخذ هادو جوج حرايم سعودي وجهي، وغادي ناخذ هاد دي ماكيون لو ميسيلر ديال نيفيا، هذا واعر البنات ديال لا بو سنسيبل كيصلح للفيزاج و لي زيو و لي ليفغ. اول حاجه نمسح وجهي وديك الساعة. فالبنات بقاو تحاولوا، ضروري حاولوا تبقاو تمسحوا وجهكم الميكاب، حيت والله ما مزيان. انا واحد الايام كنت كنعس بالمكياج، وجهي كله خرج فيه الحب رقيق، ضروري كيخرج لك الحب، فمن الاحسن بقاو ديماكيي وما تعجزوش. انا مره كنعجز وكننعس به، ماشي زعما ديما كنحيدو، ولكن اكثريه كنحيدو، اكثريه يا كندير هكا ديماكيون ونحيدو، يا كندير لي لانجيت. ملي كيكون فيا العجز كندير غير لي لانجيت وكنمسح وجهي وكان نرطبه وصافي. اما ملي كيكون ندير الوقت ما كيكون شويه العجز كان ندير ديماكيون، كندير زعما كان ديماكي وجهي مزيان على حقه وطريقه، كندير داكشي زعما على حقه وطريقه. اول مره كندير ماكياج وجهي حدا الكاميرا، تفكرت هادوك اللي كي ممثلين وهذا كيطلبوا منهم يدي ماكياج وحدا الكاميرا، كيقبلوا التحدي. ودابا البنات بعد ما دي ماكياج وجهي غادي ناخذ هاد لو جيل نيتوايون، غادي نغسل بيه وجهي. هذا باش كنغسل، غادي ناخذ هاد لابغوس هادي هي باش غادي نغسل الوجه ديالي. فانا غادي نشارك معكم كيف ما كندير، كناخذ ما ورد كنرشو على وجهي بحال هكا. المهم البنات بالنسبه لي لونتي راني ما حيدتهمش، حيت ما فيا اللي حيدهم، خليت داك البواطه ديالهم في البيت وهذا، وما فيا دابا اللي يمشي، ما رانيش في نفس البيت باش خليتهم. بغا نصور معكم هذا الفيديو دغيا نمشي. المهم غادي ندير جل نيتوايون هنا وغادي نغسل الوجه ديالي. المهم كيف ما كتشوفوا كندير هنا لو جيل وغادي نغسل وجهي مزيان مزيان، وموراها نمشي نغسلو بالماء ونرجع معاك. المهم البنات بعد ما غسلت وجهي مزيان مزيان كما كتشوفوا، المهم ملي تجيو تنشفوا الوجه ديالكم حاولوا تنشفوه غير هكا بحال هكا، غير تبقاو كطبطبوا هكا على وجهكم
ومن بعد ما غسلت وجهي غادي نرش على وجهي كيف ما كتشوفوا، حيدت الماسكارا، غسلت الماسكارا، غسلت كلشي. من بعد ما غسلت وجهي بهاد لابوس هادي، عرفتوا غزال؟ شوفوا هادي كتبقى كتخدموها، كتبقى هي كدور هكا في الوجه نتوما كدوروها بطبيعه الحال، عرفتوا غزال؟ هادي راه ديجا كنا شاركناها معكم انا وشيماء، زوينه. من بعد غادي ناخذ ماورد وهادي نرشو على وجهي بحال هكا كما كتشوفوا، وصافي غادي نتسنى ينشف وداك الساعه نرجع معكم. دابا البنات من بعد ما نشف الوجه ديالي، عرفتوا ماورد غزال الوجه كنحس به كيخلي الوجه بارد هكا منتعش كتحسوا به، ضروري بقاو ملي ديماكيي وجهكم البنات غسلوه هكا بجل نيتوايون وشي بغوص عندكم، عرفتوا كتحسوا بالوجه ديالكم هكا منتعش كتحسوا بالراحه. دابا غادي ندير الكريم ديالي، نرطب بعدا الوجه ديالي. ديروا اي كريم عندكم. فمن بعد ما رطبت الوجه ديالي غادي ناخذ هاد الفيتامين سي هذا، شفتوا غزال هذا الوجه كنديرو حتى هو مرة كيجي بحال هكا، حتى هو غادي نديرو للوجه ديالي. صافي من بعد غادي ندير غادي ناخذ البينيتنت ديالي كيف ما كتشوفوا، غادي نديرو هكا في شنيفاتي، هذاك مورد الشفاه هذا كنصايبو انايا في الدار، الا بغيتو نشاركو معكم. باش زوين واخا كي كنخليه بحال هكا دغيا كيتستونبا، زعما ما كيبقاش داير لكم هنايا شي حاجه بحال، ما كيبقى هكا مطراسي بحال شي وحدين. كنت شريت البينيتنت وكيبقى خصكي داك الساعه ديري داك الساعه دمجيه، لا هذا كيبقى، هذا اللي كنصايب في الدار شفتو كيفاش كيعطي واحد لافي طبيعي. صافي موراها غادي نرطب الشفايف ديالي بهذا بمرطب لابيلو، ومن بعد البنات ما ننساش الشفر ديالي وحجباني حتى هما غادي ندير لهم هذا ماسكارا بحال ماسكارا، ولكن هو برودوي كيكبر الشفر كيطلعهم لك من زعما كيكبرهم والحجبان، كنديروا انا الحجباني ملي كنجي الناس على هكا كنشطب حجباني. غزالة هاد المافالا هادي غزالة زعما شحال من واحد الجهة كانت عندي خاوية في حجباني كنت ديك المرة قصتها وكنبقى نديرها بحال اللي صافي ما كيطلع الشعر ما كيبقاش ما كاينش زعما وكيطلع دغيا، نديرها حتى الشفاري. ايوا صافي البنات، المهم كان هذا هو الروتين اللي كندير الوجه ديالي من بعد ما فاش كنبغي نديماكييه ولا شي حاجه بحال هكا، كيف ما كتشوفوا شوفوا كي كتولي فيه واحد اللمعه في الوجه غزال، شفتوا كيفاش خليت فيه قبيله داك فيتامين سي، زعما ما دخلتهاش في وجهي بزاف ولكن كتشرب الوجه، شوفوا ما بقاش كاع، خليت وجهي فازق بها. دابا نشف
وشوفوا البنات كي كيدير اللوزه كيبينك بحال اللي دايره مكياج. شي ملي كديروا غير روج على فخ كتبانوا بحال اللي دايرين مكياج زعما. انا نهار اللي ما كنديرش مكياج خصني ندير غير روج على فخ، ما يمكنش البنات ديالي اللي كان صايب ما يمكنش نتنازل عليها، عرفتي فين ما مشيت هذا كيكون معايا. ايوا صافي البنات، كنتمنى ديروا طبقوا هادشي اللي كندير وتاخذوا هاد جيل لانتويون، راه غزال 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 سمحوا لي. وصافي مهم، كنتمنى نكون فدتكم بالروتين ديالي، كان هذا هو الروتين ديالي، هادشي اللي كندير مني ما كيجينيش العجز. وصافي اما ملي كيجيني العكز راني كندوز غير لانجيت وندير مون. طيب مهم، ضروري ديماكييو الوجه ديالكم. وصافي كنتمنى يعجبكم لا فيديو، كنتمنى تخليو لي كومونتير زوين وردوا عليا على داك القرار ديال الحكومه واش عجبكم ولا عارفه ما عجبكمش. ما تخافوش راه ما تيجيو يهزوكم، راه هي كتعطيو الراي ديالكم. وصافي حنا ما كنقولوش كورونا ما كايناش. وصافي سمعتي يا مريم؟ اوكي لالا، راه ما هادشي يجي يهزونا ما تخافيش. مريم اكثر وحده ما حاملاش هذا القرار، عرفتوا ولا؟ راه مسكينه كتصبر راسها والله. ايوا صافي، كان هذا هو لا فيديو، كنتمنى يعجبكم، خليوا لي لايك الى عجبكم. وصافي تهلاو فراسكم، تصبحوا على خير. احقا ما تنساوش السنينات ديالكم حتى هما حكوهم، ملي جيت نعسو انا غادي نحكم، عاد نجي عاد نمشي للناس. وصافي تهلاو فراسكم، تلقاو فيديو جاي ان شاء الله.